مشاهدينا اهلا بحضراتكم معانا مره تانية في النور، حيث شرفني جدا وجود المهندس حسن شعبان الخبير الزراعي. اهلا بيك يا باشمهندس. اهلا بحضرتك، منورنا يا فندم. الله يخليك يا فندم. باشمهندس حسن، يعني ايه موضوع الفاو اللي هي منظمه الاغذيه والزراعه اللي اعدت خريطه طريق للنهوض بزراعات التمر والنخيل في مصر، تعتمد على تطوير جودة المنتج، يبتدي من المزرعة ويعد أساس للتسويق الفعال، وتشجع زراعة الأصناف الملائمة والمقبولة للأسواق الخارجية. احنا شفنا دول كتير، يعني ممكن نخلي مدخلنا فكرة الدولة اللي ما بيبقاش حالتها غير شيء بتتميز بيه جدا، تلاقي مثلا مش عارف ايه جاي من كوبا السيجار، فهي مثلا تروح في العالم كله هي اللي مالكه البنانا تشيكيتا. بالظبط. تلاقي مثلا دوله متميزه جدا في المكسرات، بس العالم كله هي محتكره المكسرات. احنا احيانا بحس ان مشكلتنا ان عندنا حاجات كتير، عندنا زراعه وعندنا صناعه وعندنا سياحه وعندنا يعني سياسه خارجيه قويه وعندنا حاجات كتير، عندنا معمار، عندنا اثار. ف ناخد الحتة دي ونشوف توصلنا لفين. شوف حضرتك، طبعا تشكر منظمة الفاو انها خدت منتج معين وركزت معاه. هو طبعا التمور المصرية ما هياش منافس قوي للتمور الاخرى في المنطقة. الدول المحيطة بينا مستوى التمور متقدم اكتر. زي ايه؟ السعودية مثلا؟ السعودية، العراق، الجزائر. الحقيقة الدول دي تعاملت مع التمور باحترام اكتر، واصطفت اصناف عالية الجودة، عالية السكرية، غزت بها العالم الحقيقة. بالظبط. التصنيع الزراعي والتعبئة سر غزو الأسواق العالمية. حضرتك المنتج المصري يعاني من عدم القدرة على التعبئة المبهرة. حضرتك تقصد على التغليف والعبوة والتعبئة والظهور التاريخ الصلاحية وسهولة التعامل مع المعبأ. بالظبط. يعني احنا بنلاقي الحاجة عندنا انتاج رائع زي قها وزي ادفينا وحاجات، بعدين تلاقي شكل الحاجة العبوة اللي محطوطة او التعامل معاه تفتحها بصعوبة شديدة، ممكن تبوظها وانت بتفتحها، رغم انه هناك فرصة رائعة لانشاء صناعة متقدمة للتعبئة ونشغل فيها شباب يدرب على التعبئة. صحيح. الحقيقة كمان انه في اصناف من التمور المصرية لا تصلح 100% للتصنيع الزراعي والتجفيف. ممكن نخليها دي للانتاج المحلي. بالظبط. يعني لذلك اعتقد انه منظمة الفاو هتعمل تصنيف للتمور المصرية. يعني التمور في أسوان، في يعني الصعيد وسيوة، هي تمور قابلة للتصنيع والتجفيف طبعا، من أجود الأنواع فعلا الحقيقة، رائعة. أما التمور المفضلة عند المصريين وهي مثلا زغلول، الحمد لله هو ده محلي ولا يصلح خللنا احنا الزغلول وهم ياخدوا الحاجات التانية. لكن خليني أسأل حضرتك، هل ما زالت أفكار الفاو أرقام دراسات، ولا بدأت بالفعل كمشروعات أو كتدعيم لده؟ والله أنا هقول لحضرتك حاجة، ما أقدرش أقول لحضرتك أنه في دراسات اتعملت، لأنه أصلا مركز البحوث الزراعية عنده ملفات كتيرة في هذا الموضوع. وأعتقد أنه لا يمكن أنه الفاو تقتحم هذا المجال من غير ما يكون في تنسيق بينها وبين مركز البحوث الزراعية، ومش من مصلحتها كمان. بالزبط. هي لو هو قطع خطوات تاخدها وتكمل. بالزبط كده. في كمان يعني الحقيقة أنا أهيب بوزارة الزراعة ووزارة الري إن هم يعني يغيروا النظرة لزراعة ضفاف الترع والمصارف المصرية. وزارة الري دايما حريصة على إنه تظل ضفاف المصارف خالية من الأشجار، حتى إنه تستطيع دايما إنها تعمل عمليات التطهير والتكريك. ايه يا فندم التكريك ده؟ سمعنا عنه كتير في وقت قناة السويس، ودلوقتي بحيرة المنزلة وغيرها، عايزين نعرف ايه العملية دي، ايه بالظبط علميا يعني؟ ده عملية خطيرة جدا. فضل. وتتفاوت من
حاجة الحاجة يعني الترعة غير المصرف غير البحيرة، وهوضح لحضرتك. تمام. الحقيقة انه المصارف المصرية بتعاني من ترسيبات بتقلل العمق المائي، وبيبقى فيها مخلفات زراعية كتير او حتى بشرية كتير يعني فيها تلوث، فوزارة الري دايما حريصة انها تطهر هذه المصارف وتكركها بحيث انه دايما تحتفظ الترع والمصارف المصرية بما يعرف باسم الأورنيك، يعني شكل الترعة الأصلي وأقرب ما يمكن علشان التدفق المائي يكون حسب التصميمات ويكفي الزمام اللي بتخدمه الترعة دي. لكن الحقيقة يختلف الموضوع ده من ترعة ومصرف للبحيرات، وده موضوع خطير جدا وهو موضوع الساعة في البحيرات الـ14 بحيرة الرائعين بتوع مصر. والله أنا كنت أتصور أنه شهية المشروعات الكبرى اتفتحت، وأنه بعد ما خلصنا قناة السويس وأنه عندنا ناس مدربين على التطهير والتكريك أنه نبتدي نتعامل مع البحيرات المصرية بنفس الجدية اللي تعاملنا بيها مع قناة السويس. عندنا بحيرات كتيرة جدا تعرضت للاعتداء للردم، قد يكون بغرض ان انا ابني على ضفاف البحيرات اتمتع بالمنظر، لكن الحقيقة تم تدمير الحياة المائية، الاحياء المائية في البحيرات المصرية تقريبا اصبحت صفر. ليه؟ العملية معقدة شوية لانه الإيكولوجي بتاعت البحيرات غريبة شوي. البحيرة عبارة عن عمق مية وقاع وحركة أمواج. عمق البحيرة لما بيقل نتيجة الردم بيقل عمق المية، الشمس بتضرب في المية تقوم تسخن المية، ارتفاع درجة حرارة المية ما بيبقاش مناسب للأحياء المائية الكبيرة، بيؤدي بطارد طارد او بتمشي بتمشي او ما بتدخلش البحيرات عشان تبيض. بالاضافه الى انه ردم البحيرات بتردم قاع البحيره، فبتردم على الاعشاب البحريه اللي بتعمل تمثيل ضوئي، وبالتالي عمليه التمثيل الضوئي هي المصدر بتاع الاكسجين في البحيرات للكائنات الحيه. حضرتك تتحدث عن الكائنات المفيدة لنا بالأصل وهي السمك وكده؟ طبعا ده الأساس يعني، ما فيش حاجة غير كده ده يعني. واخد بال حضرتك؟ فالردم أثر على قاع البحر أو البحيرات، ما بقاش فيه محتوى أكسجيني كافي علشان يعني يعتمد عليه الكائنات البحرية في البحيرات. لذلك كنت أتصور أنه يكون عندنا مشروع قومي لإعادة الحياة للبحيرات المصرية من الأول. البردويل، والبردويل في رأيي المتواضع هي نقطة الانطلاق الحقيقية للتنمية في سيناء. مكانها؟ نعم. مكانها فين بالظبط؟ مكانها على امتداد الساحل من بورسعيد وانت ماشي بعد بلوزة، وتطلع على الساحل متجها الى العريش، مدخل شمال سيناء بالظبط كده. لكن حضرتك لسه فاكر ان احنا لسه ما عرفناش ايه عمليه التكريك دي، حضرتك واخد بالك؟ انا هقول لحضرتك. حضرتك كل شويه تقول التطهير والتكريك اننا عارفينها، فانا منتظر. الحقيقه كنت اتمنى انه المنظومه تتكامل بالنسبه للتكريك، وبعدين نرجع لاحياء البحيرات. هو التكريك طبعا لو تم في البحيرات هو لاستعادة الحياة، بتعمق البحيرات يعني إزالة الردم، بتدخل كراكة. الكراكات أنواع كتير جدا، منها بتكبش، منها بتمتص وترمي على الشواطئ، منها بتزق كده، يعني في أنواع كتيرة جدا من الكراكات. وهل هي بتدخل وهي عارفة إيه الزيادة وإيه اللي بتشيله، ولا بتدخل عشان تحافظ على عمق القديم وخلاص؟ في أعمال مساحية بحرية معمولة وميزانية شبكية معمولة للوصول إلى الأعماق المطلوبة. اللطيف في الموضوع هو فايدة مزدوجة، أصبحت اتخلقت فايدة مزدوجة لعمليات التعميق للبحيرات المصرية. التعميق كان أسهل إيه؟ يعني المصطلح ده جاي منين وحياتك مهندس؟ أبدا، هو يعني إيه جاي عشان من كراكة. اسم المعدة
مين اسم المعدة اللي بتنزل هي الكراكة فعملية التكريك. تكريك يعني ده المصطلح جاي من اسم الكراكة. إنما الحقيقة أصبح في مش بس استعادة الحياة في البحيرات، في أصبح تشعب الموضوع شوي. طبعا إحنا كلنا سمعنا على ما يعرف بظاهرة ارتفاع درجة الحرارة في الكرة الأرضية الجلوبال وورمينج. طبعا نتيجة ذوبان القطب الشمالي والقطب الجنوبي بيرتفع منسوب المياه في البحر الأبيض اللي هو يخصنا والبحر الأحمر. إنما اللي عمل لنا إزعاج شديد هو إنه لو البحر الأبيض ارتفع قالوا إنه في جزء من الدلتا سوف يغمروا البحر اختفي. طبعا احنا كلنا عارفين ان الاسكندرية هنا تقريبا الاسكندرية القديمة غارقة تحت مياه البحر الابيض اللي هي الرومانية والجريك رومان البطلمية تنزل تحت المية في مدينة كاملة. صحيح. احنا مش عايزين ده يحصل لنا. صحيح. احنا عايزين ايه الفايدة المزدوجة من التطهير او تكريك البحيرات. المرة دي لما هنيجي نكرك هنكرك بدراسة واعية عشان نرمي ناتج التعميق. أيوه. على الضفاف الخارجية للبحيرات ونكون حائط صد. يعتبر لو يعني يعتبر كأنه عمق زيادة ناخد من الزيادة المحتملة دي اللي حياتك بتقول عليه. أكرر لحضرتك وهستعمل تعبير للأسف مؤلم لينا لكنه احنا هنعمل ما يشبه خط بارليف. ده مش مؤلم ولا حاجة يا فندم، ده تعبير لطيف لأن احنا قهرناه استولينا قهرناه ونتمنى ان احنا فاحنا لما بنعمق البحيرات ناتج التطهير والتعمير ده بنرميه على الضفة فبنعمل حائط ترابي بطول البحيرات المرة لعل انه يتحقق كلام العلماء ولكن هذا الحائط يكون حائط صد لحماية الدلتا من الغرق ما يحصلش اوفر فلو يعني كده. يحصلش فيضان او بالظبط. في نفس الوقت احنا نقدر يعني التعميق ده ما بيتمش جزافي. يعني كنت اتصور انه انا عصرت بناء الاوبرا المصرية عندما تقدمت اليابان بانها عايزة تعمل منحة لمصر. فكان المسؤولين متحيرين جدا فتصادف انه حصل حريق الاوبرا فقلنا نعمل الاوبرا. هي لكن اليابان تقدمت ب ب ب أيوة دي منحة مشروع يابانية. لا ما انا عارف طبعا انها منحة يابانية وحضرت الافتتاح لكن اقصد اقول ان ده كان وقت حريق الاوبرا كتير بعدها 20 سنة على الاقل اكتر بعدي. كمان إنما فضلت حبيسة الأدراج. نعمل إيه بالمنحة دي؟ كنت أتمنى أثناء زيارة السيد الرئيس لليابان إنه حد يفطن إنه اليابان هي واحدة من أعظم الدول المتقدمة في مجال الأحياء المائية والحفاظ على الحياة المائية. أيوه كنت أتمنى إنه نستعين بالخبرة اليابانية وفي مشروع قومي لإحياء البحيرات المصرية. اولا هم شاطرين جدا في زراعه قاع البحر. احنا عندنا 14 بحيره. ممكن حضرتك بسرعه كده تقول لي بيفيدوا المواطن المصري في ايه علشان نبقى عارفين اهميه ان احنا نبحث عن منحه او اتفاقيه؟ بص حضرتك في الماضي كانت البحيرات دي هي مصدر رائع للأسماك ويعني تجارة الأسماك وصيد الأسماك ده الماضي القريب يعني لغاية السبعينات مثلا. صح؟ أيوه. ولكن بالتدريج ابتدينا نعمل حسابات أخرى. مصنع مهم نقدر نديله رخصة إن هو يصب مخلفاته في البحيرة وبالتالي المصنع ده إنتاجه حيوي لينا. ما بنحسبهاش بقى غير كده. تختلف بقى يا فندم درجة الأهمية إذا كان المصنع كده. مهم ولا مش مهم بس دافع ولا هيموت يعني السمك ما في داهية السمك إحنا لما نيجي ناكل سمك ما نلاقيش نبقى نشوف إحنا عملنا إيه. في بحيرات كتيرة تأذت من صرف المخلفات
الصرف الصحي طبعاً. ودي سبة كبيرة جدا طبعاً. في جبين المسرحية. يعني الصرف الصحي يجب أن يتوقف تماما صرفه في الترع والمصارف أو في البحيرات. فاليابانيين الحقيقة شاطرين جدا في مجال استعادة الحياة في هذه البحيرات، يعني بيزرعوا البحر، بيقدروا من هم حتى يزرعوا بعض الأعشاب والطحالب المفيدة للإنسان كغذاء، هم بيأكلوا تحت الماء. أيوة. يعني قاع البحيرة ممكن يتزرع. أيوة. ويستخرج المحصول ده. أيوة. ويأكله الإنسان، بتعمل له هارفستنج، بيحصد زي أي محصول تحت الماء. هم شعوب متقدمة جدا وعندهم خبرات كبيرة، وطبعا زراعة قاع البحيرات دي بيزود محتوى الأكسجين في البحيرات، وبالتالي بتقدر أن أنت عود الأحياء المائية تاني كمان، أعمل مزرعة سمكية طبيعية. مش بقى يعني أحواض ولا أي حاجة. لا، ده أنا هعمل مزرعة سمكية طبيعية، بحيث أنه لكن الحقيقة مشروع استعادة الحياة في البحيرات المصرية هو مشروع قومي، يجب أن يكون مشروع قومي. الحديث فيه لا ينتهي. طب خليني أنقل على حاجة تانية، فضليش غير 10 دقايق، وعايز أسأل حياتك. النهاردة كان في اجتماع لثلاث وزراء من أجل تطوير زراعة القطن وتطوير صناعة الغزل والنسيج. تصور حضرتك إيه؟ وصلنا لفين في زراعة صناعة الغزل والنسيج اللي كانت بدأت؟ حضرتك بتكلم على وزير صناعة، وزير زراعة، صناعة وتجارة مع بعض. أيوة. وزير زراعة والصناعة، يمكن بيئة مثلا أو موارد مائية، الأوقع، الأصول، أنه المية مثلا عشان نعرف الحصص المائية بالزبط. المخصصة بالظبط. والله شوف حضرتك، ده خبر سعيد عموما انه الوزراء سابوا الجزر المنعزله بتاعتهم وركبوا قوارب وتقابلوا في جزيره محايده وابتدوا يتكلموا مع بعض لانقاذ واحده من اعظم الصناعات اللي احنا يعني كنا رواد فيها. صحيح. يعني عايز اوضح لحضرتك انه مصانع بتاعت الغزل النسيج اللي اتعملت في كفر الدوار او في المحلة الكبرى هي كانت معمولة في وسط الغطان بتاعت الخامة التي تستخدم. صحيح. في هذه الصناعة. كون ان احنا ندرك هذا، فضلت ماشية بشكل يعني كفاءته قوية من بعد ما اتعملت مثلا في منتصف الخمسينيات مثلا. لا لا، قبل كده بكتير. ده طلعت باشا حرب، ده بنك مصر. ايوه صح. ونرفع قبعة. صح. ويجب ان احنا يعني انا شفت قلت حضرتك باندفاع طلعت حرب. طبعا طبعا، لانه ما نقدرش نغفل. اصل كثيرين يعني حاولوا ينسبوا النهضة الصناعية دي لجمال عبد الناصر لفترة ما بعد 54 لما بقى رئيس لمصر، يعني سواء الحديد والصلب، سواء الغزل والنسيج، سواء الالومنيوم في نجع حمادي. جمال عبد الناصر يعني الحقيقة قد يكون له بعض المثالب وقد يكون له أخطاء، لكن الحقيقة هذه القلعة الصناعية قامت قبل عبد الناصر بأجيال، وأنا يعني عايز أدي كل واحد حق. إنما الحقيقة شيء مهين إنه إحنا النهاردة بنستعمل في مصانعنا وبعض المصانع المشهورة القطن الهندي. طبعا مصر معروفة بالقطن طويل التيلة. صحيح. القطن ليه فايدتين بالنسبة لنا. القطن كخامة، ويعتبر شيء يعني له قيمة كبيرة. أي. في الغرب لما بتقول قطن مصري، انت بتشتري بتزق كل المنتجات. كإنتاج بنرجع ندفع فلوس تاني ونستورده في شكل تي شيرت او في شكل او منديل او قميص او قميص. الزيت بتاع بذرة القطن، احنا عندنا مشكلة ضخمة في مصر اللي هي استيراد الزيوت. يعني الشقين دول مهمين. انا يعني مش عارف بالظبط الثلاث وزراء اللي اجتمعوا النهاردة دول ايه اللي يكون مطروح على مكاتبهم، ولكن هو الحقيقة الطرف الغائب في هذه المعادلة هو الفلاح. صحيح. لانه عشان تقنع الفلاح النهاردة انه يرجع لزراعة القطن لازم تعمل معاه ما يعرف بالزراعات التعاقدية. علشان يبقى عارف الفدان ده التقاوي دي ارقى نوع من التقاوي، وانها هتطلع كم من القطن قد ايه،
وهيقدر يسترجع تكلفته بالإضافة إلى بعض الأرباح. الحقيقة الفلاح المصري النهاردة بيعاني معاناة شديدة جدا لغموض الموقف، ما بيبقاش متأكد ان هو هيستطيع ان يسترجع تكلفته. ايه السبب في غموض الموقف؟ هل اسعار التكلفة ولا السعر اللي بتحدده الحكومة كل سنة بان هي تستلم منه القطن بيه؟ والله حول حرك، هو الحقيقة في عدة عوامل. اولا بالنسبة لبعض المحاصيل الوسطاء، ده نمرة واحد، الوسطاء بيستفيدوا اكتر من الفلاح البسيط. نمرة اتنين، مستلزمات الانتاج احيانا بيضطر الفلاح يشتريها خارج المنظومة بتاع التعاون الزراعي، وبالتالي بتكون مرتفعة التكاليف. والشيء اللي بردك المؤثر بشكل كبير أصبح هو الأجور. الأجور مع انخفاض الإنتاجية، أجور العمالة، العمالة اليومية اللي أيوة. بيحتاجها شوية وشوية لأ بالضبط كده. فالعمالة الحقيقة أجورها بقت مرتفعة. أتمنى أنه يبقى فيه وكالات حكومية تبع، او يعني تبع بلاش حكوميه، دي نعملها تبع التعاون الزراعي لتشغيل العماله. يعني انا طالب 20 عامل اقدر اروح للجمعيه الزراعيه اديهم لي لمده 3 ايام. النهارده في عجز كبير في العماله. الصناعه الجاذبه في الريف النهارده للشباب هي قياده التوك توك. الصناعه الجاذبه. طيب احنا كان عندنا فندم في الخمسينيات كان عندنا بورصة للقطن وكانت متواصلة مع البورصات العالمية، وكان عندنا عيد للقطن وكان عندنا اغاني على القطن، النوار الابيض، فاكر حضرتك؟ أيوة طبعا الحاجات دي احنا بنستمع اليها دلوقتي كاثار، لكن يعني حضرتك عشت حضرتك الفترة اللي كانت مصر كلها تبتهج بجني القطن والذهب الابيض. نعم اسمه الذهب الابيض. الذهب الابيض الذهب وكان الأبيض. مصدر الدخل الاول لمصر. شوف حضرتك لازم نرجع حوالي يمكن 200 سنه بدايه زراعه القطن في مصر. أيوة. وازدهارها مع نشوب الحرب الاهليه الامريكيه ما بين الشمال والجنوب، وهروب العبيد من الجنوب الى الشمال تاركين وراءهم حقول القطن. انجلترا كانت تعتمد على القطن الامريكي لفترة طويلة. لما حصلت الحرب الأهلية إنجلترا اتجهت لمصر والهند. ونجحت زراعة القطن في الهند ومصر. في الوقت ده كانت الدولة هي المالك الوحيد للأرض. ومحمد علي باشا عمل معجزة غير كل الناس مش لا تذكرها، هو شبكة الترع والمصارف طبعًا. المصرية طبعًا. الرائعة، القناطر وال يعني أطوال الترع والمصارف المصرية تبلغ فوق 30,000 كيلو. يعني شيء شبكة رائعة. فالحقيقة لما زرعنا القطن كانت زراعة، كانت الدولة بتشارك الفلاح لأنه في مكوس وفي ضرائب. أنا بزرع الأرض وازرع القطن وحتدفع ضرائب وخلاص. فالحقيقة كانت الدولة غنية جدا في هذا الفترة. أيه. هذه الفترة مصر لذلك كان البند الرابع في معاهدة لندن لتحجيم محمد علي هو إلغاء احتكار الدولة للأرض. اللي هي مصدر الثروة لمحمد علي باشا. فالحدوتة يعني الفلاحين الحقيقة أنا خايف لنكون بعد كده لما دخلنا في قصة الإصلاح الزراعي نكون بنساهم في، يعني كنا بنكمل الخطوات دي للأسف يعني. صحيح للأسف. للأسف أصل في ناس كتير جديدة تتحدث، أنا مش طبعا مش بتكلم على جمال عبد الناصر طبعا له ما له وعليه ما عليه، لكن نتحدث الناس كتير كانت بتتكلم عن أنه دي كانت انتصار للفلاح وأنه هو أخد بقى مالك وبطل يبقى أجري وبقى قادر على أنه، لكن طبعا بقاش فيه استراتيجية خالص لا هنزرع إيه ولا هنوديه فين ولا هو قدرته على الزراعة دي إيه وإدارة مشروعه إيه. يعني بعض القرارات تفتقر إلى الحكمة. يعني الأراضي دي كان ممكن جدا ما يزيد عن 100 فدان يدفع ليه ضرائب توصل ل 90%. بالظبط. وبالحصيلة دي استصلح أرضه وديها للفلاح. والفلاح نفسه كان ممكن يجبر صاحب الأرض على إنه يديله أجر محترم ويعيش كويس. تظل الاستراتيجية بتاعت الدولة تزرع إيه وتنتج إيه وتجيب كام موجودة. ولمقاومة تفتيت الملكية كان يجب إنه ما يزيد عن 100 فدان
يدخل بنك اسمه بنك الأراضي. لكن الجيل اللي بعديه لو انه الميت فدان دي اتفتتت اروح واخد من الرصيد اللي الاقطاعي مجازا اذا قلنا سميناه اقطاعي. ناخد من الرصيد الموجود في بنك الاراضي ونعمل تسوية ونرد للناس للحد الاقصى للزراعة وهكذا. نوم ما نفتتش الملكية. صحيح. النهاردة عندنا الحقيقة تفتيت عالي جدا للملكية ومش قادرين نعمل دورة زراعية في نلملم وراهم بقى اللي ردم واللي بنى واللي جرف وعايز اقول لحضرتك احنا في وضع غريب جدا بنعتدي اعتداء جاد جدا ومنظم على الارض الزراعية السوداء اللي بيجود فيها زراعة القطن. أيوه. ما هو احنا القطن في الاراضي السمراء اللي هي خصيبة التربة وفي نفس الوقت بتتجه لاستصلاح الصحراء. حاجة الحقيقة يعني محتاجة العملية نظرة ازاي انت بتدمر تربة خصبة يعني جيدة وبتتجه لاستصلاح ارض اقل جودة في الصحراء ومصادر المية مش مستديمة زي الاراضي القديمة. احنا المنظومة محتاجة نظر. اتمنى حتى في الاجتماع الثلاثي اللي تم النهاردة انه كمان اكيد في الفترة اللي فاتت اللي اغفلنا فيها زراعة القطن ان تكون طلعت تقاوي قطن جديدة. ايوة. تقدر انها تكون منفرة الاوراق بتاعة القطن منفرة مثلا لدودة القطن. ان تقوم دودة القطن تعزف عن اكل الورقة او تقلل لنا الاستخدام المكثف للمبيدات في القطن. حاجات كتيرة جدا تقدمت في 30-40 سنة اللي انهارت فيهم زراعة القطن في مصر. اعتقد النهاردة في قطن بيطلع ملون. يعني بتزرع قطن يطلع لونه اخضر, تزرع قطن يطلع التيلة بتاعته لونها احمر. الدنيا اتطورت واحنا في غفلة من الزمن. لكن أشكرك أتمنى أن كل حاجة ترجع لأصلها. أمين أمين. شكرا جزيلا باشمهندس حسن شعبان الخبير الزراعي. بشكركم مشاهدينا ونشوف حضراتكم على خير بكرة في النور. Ben.